إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا فهو مأوى للضائع المسكين.
وملاذ في محلات السنين، وهو رمز الفخار حارس دين الله، إما تعدو به الأعداء. فهو كالطود اصطبان وعزما حين تبدي أنيابها الأواء. وبه دين أحمد قد تنظم، كم عظيم من علمه قد تعلم، وبما عنده له الكل سلام، إنه للوقور جعفر الأمام، جدي من ليس مثله نبلاء. فهو هيهات أن يسام بسوم، فهو أو ينال العدا به أي لوم، شاهق لم ينل علاه بحوم، أي ثقل وأي رجحان قومي، مثله أين يذبل وحراء. لم تزال ينسخكم في أصلاب كل مطهر، وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء. هذه فقرة من زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليه، وتأكيد في أو في هذه الزيارة عبارة أكد عليها الأئمة دائما في كثير من الزيارات، زيارة الحسين، زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، الزيارة الجامعة، كلهم أكدوا على هذا المعنى، على أن الجاهلية لم تدنسه. تارة يقول لم تدنسكم الجاهلية الجهلة، وتارة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك الهمامات ثيابها إلى آخره، تأكيد دائما على هذا الأمر. هنا شبهة، يعني هذا الكلام قد يقول قائل أنه يعني شبه فضول، لأن الأئمة ما عاصروا الجاهلية، من عاصر الجاهلية من الأئمة غير أمير المؤمنين عليه السلام، وبقية الأئمة ما عاصروا الجاهلية، وبالتالي فمن الطبيعي يعني واحد ما عاصر الجاهلية ما دنست الجاهلية وما نجسته الجاهلية. ما معنى هذا الكلام لم تدنسكم الجاهلية الجهلة؟ هو حتى إحنا بعد اللي عشنا في الإسلام في ظل الإسلام وما شفنا الجاهلية، قد يقول قائل يعني لم تدنسنا الجاهلية. والجواب على هذا أن الدنس قسمان مو قسم واحد. هذا الإشكال قد يجري على القسم الأول من الدنس، وهو الدنس المادي، مثل الخمر. واحد يعيش في مجتمع يشربون الخمر وعندهم عادة يشرب الخمر مثل شرب الماء، تنتقل عليه، تنتقل إلى هذه العادة وهذا الخلق، كانتقال المرض بالعدوى بالجوار. أي واحد يعيش في الجاهلية
قل ما تجد في الجاهلية أناس لا يشربون الخمر. هذا من دنس الجاهلية، دنس المادي، دنس الجاهلية. القسم الثاني الدنس المعنوي، الدنس المعنوي مثل عبادة الأصنام، وهذا بعد قل من ينجو منه. ليش يقولون الأمير المؤمنين كرم الله وجهه من بين الناس كلها؟ أمير المؤمنين كرمه لأن هو الوحيد ما سجد لصنم، ما سجد لصنم، وإن كان الآن يستكثرونها عليه بعد، يستكثرونها عليه، يقول لك مو بس هو، لا بس هو، بس هو ما سجد لصنم، ويقول لك الحسن والحسين، يقول عثمان الخميس الحسن والحسين بعد يبغى يدس السم في العسل، الحسن والحسين بعد أيه منو قال الحسن والحسين عاشوا في الجاهلية علشان اي ما سجد. احنا نتكلم عن شخص عاش مع قوم كلهم يعبدون الاصنام وما تدنس بهذا الدنس، ما تدنس بهذا الدنس. فهذا دنس معنى، دنس اخر معنوي، وهو الذي يطال من عاصر الجاهليه ومن لم يعاصرها، من عاصر الجاهلية ومن لم يعاصرها، وهو الدنس في النسب. ومر عليكم قصة عبد الله بن حذافة، قصة مشهورة، لما غضب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأيام على بعض الصحابة، غضب على عمر اللي كلم صفية عمة الرسول لما ذهبت تشكو أو تخبر رسول الله بأن ولدها قد مات، أخذ يسليها رسول الله. يوم طلعت استقبلها عمر قال لها لقد سمعت صوتك واعلمي أن قرابتك من رسول الله غدا لا تنفع. في بعض غضبة قالت يا ابن اللخنة ومتى سمعت لي صوتك؟ وفي رواية أنه قال لها غطي قرطيك، روايتين طالع يبحلل يعني، يبحلل المرأة. اليوم انت اذا تشوف واحدة في الشارع حاسر انا بقول لها هذا الكلام، واحد يحترم روحه. غطي قرطيك فإن قرابتك من رسول الله لا. قالت ومتى رأيت لي قرطا يا ابن اللخنة؟ ورجعت تبكي. واحد يتجرأ عليه في الشارع رجعت تبكي، يقول لها رسول الله بعد الذي قلت لك تبكين؟ قالت ما لهذا بكي، موضوع ثاني غير ولدي، فلان استقبلني وقال كذا وكذا وأن قرابتك من رسول الله لا. على أي حال غضب رسول الله وقال الصلاة جامعة، قال لا يسألني أحد عن قرابته وعن أبي إلا أخبرته. الخبر مشهور عند السنة والشيعة، واحد قام وقال من أبي يا رسول الله؟ قال له أبوك الراعي فلان. من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك عبدكم الأسود. وقام عبد الله بن حذافة الشهدمي، عبد الله بن حذافة كان إذا لاح الرجال قالوا له أو نسبوه لغير أبيه، يطعمون في نسبه. فقام وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك من تنسب إليه. استأنس بعد قطع الألسن خلاص، أخرست الألسن زي الشاهد موني. يعني يوم رجع بيتهم أم استقبلته قالت لما وجدت ولدا أعق منك تسأل عن أمك قدام الناس؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت ما تقارف نساء الجاهلية؟ تفضحها بين الملائكة أنيشاج. تقول احنا كنا في جاهلية وما في أحد مأمون في الجاهلية، هذا دنس الجاهلية، ما في أحد مأمون. ولذلك في الزيارات لا تقول هذه العبارة لأحد مهما على مقامه إلا المعصوم. لم تدنسكم الجاهلية بأنجاسها، يعني في النسب، هذه ما تقولي لو أي واحد، حتى أصحاب الأئمة العظماء وفقهاء الشيعة
إذا بتزورهم هذه الكلمة ما تقول عليهم. منو يدري وش صاير في الجاهلية؟ ما تعرف نسب صحيح حتى في الجاهلية إلا نسب الأئمة. وذكرنا البارحة عن نسب الرسول صلى الله عليه وآله وأنه ولد من نكاح من جميع آبائه، ما انتقل في مرحلة من مراحله إلى سفاح، إلى آدم، إلى آدم. وهكذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول مولى، يقول الإمام مالك مروي عن أي إمام عنهم عليهم السلام: لم تدنس ما لازلتم بعين الله ينسخكم في الأصلاب الطاهرة وينقلكم من الأرحام المطهرة. ولذلك نلاحظ في كثير من كتب السيرة نجد أن الأئمة ليس فقط يختارون أمهاتهم، لا، يعرفونهم قبل شهودهم ويعرفون ذريتهم منهم. يعني خذ على سبيل المثال لما جاء ببنات يزد جور، صارت قصة معروفة، ما أبغي أطول في الموضوع. وغضب عمر، قالت شهربانوية، قالت أخذت تبربر بالفارسية، قالت كلام معناه لا كان لهرمز. فغضب عمر وقال سبتني العين، وقام يبغى يضربها. قال لها امير المؤمنين نقعد، انت ما تدري وش قالت، وليس لك فيما لا تعرف. انت ما تدري وش قالت وتبغى ترتب اثر وتضربها بعد وما تدري. وقعد اختزى وقعد، لكن بغى ينتقم. فامر ان ينادى على النساء، اراد ان يبيع النساء وان يستعرض الرجال. قال امير المؤمنين وليس لك هذا ايضا، ما خلى حتى يفكر. قال وليس لك هذا. قال ولم؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكرموا كريم كل قوم، أكرموا كريم كل قوم. وأن هؤلاء ألقوا إلينا السلام ورغبوا في الإسلام، ولا بد أن يكون لي منهم ذرية، وإني قد أعتقت نصيبي منهم. فقام بنو هاشم بأجمعهم وقالوا ونحن وهبناك نصيبا. قال اللهم فاشهد أني قبلت وأني أعتقت. قام الأوس وقام الخزرج ووهبوا وقبل وأعتقه. قام المهاجرون ووهبوا فقبل وأعتقه. قال يا عمر لما أفسدت علي أمري يا قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكرموا كريم كلكم، وأنا قاعد أكرمهم على سنة النبي. فقال صدقت أنا وهبتك نصيبي ونصيب من لم يهب. فقال قبلت اللهم فاشهد وأني أعتقتهم. رواية ثانية أخذ شهربانوي وضربها بالحسين، قال احتفظ بها فإنها ستجد لك خير أهل الأرض من بعدك. الثانية وين ودها؟ الثانية أعطاها محمد ابن أبي بكر. محمد ابن أبي بكر زين الإمام الحسين أنجب منها زين العابدين. زين العابدين شد الإمام الصادق من أبي. محمد ابن أبي بكر أنجب منها القاسم، والقاسم جد الإمام الصادق من أمه، جد الإمام الصادق من أمه، لأن القاسم أنجب أم فروة، أم فروة أم الإمام الصادق، أم فروة أم الإمام الصادق، وواحدة من عظيمات هذا البيت، حتى أنها كانت راوية تروي الحديث، وجاءت يوم الأيام كما ينقل الكليني في الكافية، جاءت أم فروة يوم الأيام إلى الكعبة وأرادت أن تستلم الحجر ومدت إيدها اليسار. هناك واحد من فقهاء القوم وهي متنكرة وواضعة عليها رداء، قال يا أمة الله اليمين،
أخطأت السنة. قالت إليك عندي يلا يلا نحن أغنياء عن علمك. أم فروة امرأة عظيمة، أبوها القاسم، القاسم واحد من ثلاثة من خلص أصحاب الإمام زين العابدين، سعيد بن المسيب وأبو خالد الكابولي والقاسم ابن محمد بن أبي بكر، هؤلاء من عظماء الشيعة من ثقات الأئمة ثلاثة يثق بهم زين العابدين. زوجها الإمام الباقر، الإمام الباقر الذي بقر علوم الأولين والآخرين، وأنجبت للإمام الباقر سيد الفقهاء على الأطلاق. هذا قاعد يعلم أم فروة، أم فروة تقول له إليك عني نحن أغنياء عن علمك. أنجبت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سنة 80 للهجرة، يعني بعد واقعة الطف بعشرين عام. قيل عمره الشريف كان 65 وقيل 68، وصاحب كشف الغمة يقول لا 72 سنة بلغ الإمام الصادق. فترة إمامة نسبيا هي من أطول فترات الأئمة ومتميزة، يعني فترة إمامة 34 سنة ومتميزة أنها جاءت في آخر الدولة الأموية وفي بداية الدولة العباسية، يعني انشغال الطواغيت عنه، ولذلك أظهر من علوم آل محمد ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة. يقول الشيخ القمي 4000 طالب من عامة المسلمين، مو من الشيعة وحدهم، لا من عامة المسلمين، ديوانه مفتوح ومدرسته مفتوحة ل4000 طالب كان يعلمه منهم. وممن اعترف بفضل الإمام الصادق أبو حنيفة، أبو حنيفة كان يحتقر علم الإمام الصادق بداية أمره، إذا قالوا له جعفر ابن محمد يقولوا من، يقولون له خالف جعفر ابن محمد في هذه الفتوى هلكت. قالوا ومن جعفر؟ مين جعفر؟ جعفر ابن محمد صحفي. هذا الموضوع اللي ما قادرين يستوعبونه أهل السنة إلى اليوم ده. إلى اليوم يعني وش صحفي؟ يعني ما تعلم عند أحد، ما تعلم عند ما يقدرون يستوعبون واحد علمه لدني أو علمه حضوري أو علمه من الله، وهذا ما إلى اليوم مو قادرين يستوعبونه أبدا. صحفي، وأنا أخذت من الرجال حتى أبو زهرة اللي أثنى على الإمام الصادق ومدح وذكر قول أبو حنيفة، شهادة أبي حنيفة له بأنه الأعلم. حنيفة كان بعدين آخر عمره كان يشهد الإمام الصادق والأعلم، ذكر القصة سوف نذكرها بعد ذلك. ولما جاء إلى أساتذة الإمام الصادق تورط الأعلام وأستاذ الفقهاء، وتالي إذا جي يذكر شيوخة ما عنده أحد. يقول أكيد أخذ من أبوه الباقر ومن القاسم اللي هو جده، قاسم بن محمد بن أبي باقر، وبعد ما عرف أحد. قال لكن سعة علمه واطلاعه لابد أن عنده مشايخ كثيرة، بس ما وصلوا إليه، مو مستوعبين. واحد عنده علم لكن مو متعلم من عند أحد، هذه مو قادرين يستوعبونها إلى اليوم. زين، أبو حنيفة كان يقول ومن جعفر بن محمد؟ جعفر بن محمد صحفي، وأنا يعني أخذت من الصحف وعنده كم من كتاب يقرأ فيهم، وأنا أخذت من الرجال. إلى يوم من الأيام أول لقاء معه مع ابن شبرمة و ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، جاءوا دخلوا وياهم أبو حنيفة، يعرفون الإمام الصادق على أبو حنيفة. قال لعله الذي يقيس دين الله برأيه، قالوا إيه هذا صاحب القياس. فناقش المناقشة المعروفة وانبهر أبو حنيفة أول مرة يسمع الإمام الصادق واختزل.
أبو حنيفة صار تحت كأنه طالب. وبعد ما شهد له، متى شهد له؟ متى شهد الإمام الصادق بأنه الأعلم؟ يوم من الأيام بعث المنصور الدوانيقي إلى أبي حنيفة، لما كان بواسط بعث إلى أبي حنيفة، دخل عليه قال له نعم، قال له أبغيك جمع لي مسائل من العظام، المسائل إيه، فتلقيها على جعفر بن محمد، فقد افتتن به الناس، كل مكان يروحون له يسمعون من فوقه، وأنا أبغيك تعجزه في مسائل عشان يسقط بين يدي الناس وعرفون مستواه العظيم. أبو حنيفة بعد مصدق روحه، بعد راح يحضر، يقول حضرت 40 مسألة، هذه رواية سنية ترى، حتى مصادرتهم كلها عن مسند أبي حنيفة مذكورة فيها، يقول حضرت 40 مسألة من المسائل الصعاب، يقول فلما هيئت المسائل أحضر المنصور، بعث إلى جعفر بن محمد، هذه سفرته إلى العراق، إذا تشوفون السيرة لجعفر بن محمد سافر العراق، هذه السفرة بعث إلى جعفر بن محمد، ثم بعث إلي، يقول أبو حنيفة، يقول دخلت وإذا الإمام الصادق بجوار أبي جعفر المنصور، فأخذتني من هيبة جعفر بن محمد أعظم مما دخلني من هيبة المنصور. يقول جلست فالتفت المنصور إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال هذا فقيه أهل العراق، يشر على أبو حنيفة. قال له جعفر بن محمد أعرف شفته من أول. قال يا أبا حنيفة هل عندك شيء من المسائل تسأل جعفر بن محمد؟ يقول أبو حنيفة فأخذت أسأل 40 مسألة سألت، يقول في كل مسألة ما يجاوب جواب واحد، يجاوب 3 إجابة، يقول نحن أهل البيت نقول كذا، وأنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، يقول ربما وافقنا وربما وافق أهل المدينة وربما خالفنا جميعا. 40 مسألة جاوب عليها ب3 إجابات، ثم قال بتعليق أبو حنيفة أوليس نحن نقول أن أعلم الناس أعلمهم بعلومهم؟ هذا أعلم الناس، إذن الإمام الصادق أعلم، لأنه يعرف اللي عدنا واللي عدهم واللي عد غيرنا وغيرهم، فهو إذن أعلم الناس. صار يشهد هذه السفرة، بعد صارت إليها منافع كبيرة، يعني المنصور أراد يطمس الإمام الصادق بهذه السفرة بلقاء مع أبي حنيفة، وظهر أبو عبد الله على أبي حنيفة، وظهر علم الصادق وأنه تفوق على الإمام الأعظم لأهل السنة، هذه واحدة. الثانية حدثت منقبة إلى الإمام الصادق. شنو هذه المنقبة؟ هذه المنقبة ونسألك بارك الله. لما رجع منصرف إلى داره، راح الكوفة، ما راح المدينة، راح الكوفة يزور جده الإمام الصادق. أيامها كان واحد من أعظم شعراء أهل البيت مريض الكوفة، له السيد الحميري. السيد الحميري كان الإمام الصادق داعي له من قبل. السيد الحميري أولا منحرف عقديا أيام هي، كان كيساني، ما يقول بإمامة الصادق، يقول بإمامة ابن الحميري، مو بس شديد، كان يشرب الخمر، ما يقدر يصبر على الخمر، كان يشرب الخمر، ومع ذلك محب يعني الأمير المؤمنين. شايفت عندنا شعراء كبار في عصرنا ما يقدرون يصبرون على الخمر، مثل الشامي ما بذكر اسمه، ما يقدر يصبر على الخمر، لكن الشعراء في أمير المؤمنين ما حد يجاري. زين، هذا دخل يوم من الأيام واحد من أصحاب الإمام الصادق يسمونه فضيل الرسام على الإمام الصادق، بعد مقتل زيد، يقول شفته في دار، في وصل دار، ومدكس رأسه ويبكي، يقول قتلوا عمي،
أما والله لو ظفر لوافى. يعني يجيب الأمر إلينا ما يتزعم ولا يصير خليفة. يقول قلت له هل تأذن لي أن أنشدك شيئا من الشعر؟ لا أبدا. ثم قال لي على مهلك. يقول ووضع ستار بيني وبين النساء وقال أنشدني. يقول فأنشدته لأمي عمرو باللواء مربحة قصيدة السيد الحميري. إلى أن بلغت إلى قولي وراية يقدمها. هي روايتي إلى القصيدة. رواية تقول وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. وفي رواية وراية يقدمها وجهه كأنه الشمس. يعني يقدمها رجل وجهه كأنه الشمس إذا تطلع. يقول وإذا بالصيحة من داخل الدار. صياح النساء هي صايدهم ضنار ومستضعفين. وهذا يذكر جدهم أمير المؤمنين وأمجاده. فأخذتهم حسرة وصرخت واحدة من العالمين وبكى الإمام الصادق. يقول ثم التفت إلي وقال لمن هذه القصيدة؟ لمن هذا القول؟ يقول قلت له للسيد ابن محمد. فقال يرحمه الله. لكن يوم بعد شباب في الثلاثينات هو عمر إلى فوق الثمانين تقريبا. يقول فقال يرحمه الله. يقول تعجبت منه. قلت له سيدي إنه يشرب النبيل. ترحم على الواحد يشرب النبيل. النبيل عند العرب نبيل مسكر ونبيل مو مسكر. نبيل حلال خلوه في شوية زبيب أو شيء غير طعم يسمونه بعد نبيل قبل أن يصير فقاع. فقال يرحمه هذا حسب أنه ما فهم معنى النبيل. فقال له سيدي إني رأيته يشرب نبيل الرستم. قال يرحمه الله تعني أنه يشرب المسكر؟ يقول قلت نعم. قال إن ذاك عزيز على الله أن يرحم محب لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين مقام عظيم عند الله. مو غريب أن الله لاحظ أم فروة من ضمن رواياته تروي رواية عن زين العابدين أنه كان يستغفر للمذنبين من شيعته. أم فروة اللي ترويها كان يستغفر كل يوم 100 مرة أو كذا مرة أذكر الرواية للمذنبين من شيعته أمير المؤمنين. زين لاحظ دعاء الإمام الصادق وين صار؟ راح الإمام الصادق إلى العراق وقابل أبو حنيفة ويا المنصور وتغلب على أبو حنيفة وجاء إلى الكوفة سكن في مسكن أجار في الكوفة ويتردد على قبر أمير المؤمنين. يقول محمد بن النعمان في هذه الأثناء كنت عند السيد الحميري وهو لماذا يحتضر بيومك يحتضر انغلق لسانه واسود وجهه وغرورقت عيناه بالدموع وتفتتت كبده من العطش. يعني يابس لسانه وما يقدر يحكي. وشوف عيونه لو يبغى يحكي وما يقدر وعيونه مغرورقه بالدموع. قلنا هذا بعد ميت خلاص انتهى. ولقد كان يشرب الخمر وكان كيسان. يقول طلعت من عنده وحوله جماعه على هذه الحاله. رحم يقول فجئت إلى جعفر بن محمد منصرفه من عند أبي جعفر المنصور. يعني لما خرج من عند المنصور إلى داره في الكوفة دخلت عليه سلمت عليه. يقول ثم ذكرت السيد إسماعيل. قلت جئت من عند السيد ابن محمد وهو لماذا؟ قال ماذا؟ يقول للمنصور ماذا؟ قال مرض ونزل الفراش واسود وجهه وانغلق لسانه وتفطر من العطش. قال اسرجوا لي دابتي. اسرجوا لي دابتي. اسرجوا لي الدابه. يقول فانطلق من فوره الى بيت السيد الحميري. يقول دخل واذا جماعه من حول السيد ف
فوسع للإمام الصالح وجلس عند رأسه وإذا به كما وصفه محمد بن النعمان. التفت لي الإمام الصالح قال سيد اسمه سيد أمه مسميته سيد قال سيد وأبوه مسمينه إسماعيل مرة يسمونه سيد إسماعيل مرة السيد ابن محمد مرة يسمونه إسماعيل قال له سيد فاستدار إلى الإمام الصادق يقول رأيناه يقول الرب رأيناه يريد أن يتكلم فما استطاع فبكى يقول فنظرنا إلى شفتي الإمام الصادق تتحرك فانطلق لسانه وقال عبارة قال سيدي أهكذا يفعل بشيعتكم شديد تصير حالة سيد إسماعيل مو لعبة يا سيد إسماعيل سيد إسماعيل لا توجد من قبل أمير المؤمنين إلا وقد نظرنا ما في حكي كان يتحدى الناس يقول أهكذا يفعل بشيعتكم قال الإمام صادق سيد قل بالحق وستعلم تصير الشيعة تشوف شلون الشيعة قل بالحق وستعلم قل بإمامتي فقال تجعفرت بسم الله والله أكبر فبيض وجهه اللهم صل وسلم على ابن محمد حتى جلس واستوى على أستاذ اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مستمعين تصيرين إلى خير وجئتي بخير أبشري بغلام حليم عليم وكانت تسمع في منامها تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطنها فيفزعها ذلك ويهولها وإذا انتبهت لا تسمع شيئا صلوا المحدثين بأمر الخفيات والمهمات
والمفاخر الظاهرة والفضائل المتكاثرة للأسرار الإلهية والقوة الربانية والخواص الملكوتية حاكمين يوم الدين الإمام الحق المبين ولي رب العالمين الإمام المعصوم من الذنوب والآثام المحبوب إلى علام الغيوب الكوكب الأزهار والقمر الأنوار لم تحس بألم ولا نصاب وإنما كانت تحس براحة في جنبها الأيمن وكانت تسمع صوت التكبير والتهليل ثم أخذتها فترة إذ جاءها الطال فبينما هي كذلك إذ وضعها السلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلى الله على محمد عليه النبي الغالب صلوات ربي سيد فاق الكل عقلا ورجحا فإليه فمل إذا شئت نصحا إنه أعجز الألباء مدحا من مضى غابرا ومن قد جاء قوله فيه ترى الترجيحا سيد صابر شكور حليم وجليل مقامه وعظيم ولديه القلب الحنون السليم